لا تخرجوهن من بيوتهن. إذن المرأة المطلقة طلقة أولى وثانية رجعيات يجب أن تعتد في بيت الزوجية. في بيت الزوجية نطلقها وفي بيت الزوجية واثنين ولا ليش بنقول قدم ما هو قدم بإيش؟ واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوت ولا يخرجن. والدعوة في التقوى للطرفين، شفتوا؟ ما بتلاحظوا انه الغالبية العظمى من الناس لا تتبع هذا الكلام، رجال ونساء، وبيسموا حالهم انهم عندهم تقوى. طلقها بتكون في البيت، لا تخرجها انت ولا هي يجوز لها تخرج. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن، انتبهوا شو قال، من بيوتكم، مع انه بيتك هو اكيد، بس شو قال؟ لا تخرجوهن من بيوتهن. ايه ما انتبهين قديش عجيبة. هو ما هو بيتك، بيت ما هو بيت الزوج، ومع ذلك شو قال؟ بدل ما يقول لك لا تخرجوهن من بيوتكم، شو قال؟ لا تخرجوهن من بيوتهن. إذن هو بيتها. زوجاتكم الآن اللي عايشات معكم وانتوا والحمد لله متفقين، بيتك بيتها، بيتها هي، الله عم بقول لحد ما تنقضي عدتها بيتها، مشان ما يكون لكش اي منه وقاعدي ببيتي. ايه الله قال بيتها، انت تقول بيتي؟ افهموا علي، انتبهتوا دلالتها النفسية برضو بالنسبة للزوجة، بتتحجج انه هذا بيته وانا بضلش في بيته. لا، بيتك الله بقول. ليش؟ هو مين اللي بيحدد مين اللي بيمتلك ومين بيمتلكش؟ مش الله اللي بيحدد؟ مش الله اللي بيحدد الملكية؟ مين اللي بيمتلك مين ما بيمتلكش؟ مش هو اللي بيعطي الحقوق؟ مش هو اللي بيقول شو الحقوق؟ هو عم بيقول لا تخرجوهن من بيوتهن. ايه طب ما هو بيتي. لا، طالما هي في العدة بيتها. طب وهلقيت واحنا مش مختلفين والحمد لله متفقين، بيت مين؟ بيتك وبيتها. كيف؟ ما هو يعني الله قال بيتها حتى لما بتطلقوا. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. مش مشان يقول والله طب هي اللي خرجت، هي آثمة ولازم من حولها يفهمها انها مرتكبة لكبيرة وهو مرتكب لكبيرة، مش مرتكب صغيرة. فالناس بتستصغروا المسألة وخروجها. إذن واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. شوف التهديد، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. يعني احنا بنصير نحتل. ولاحظوا قديش اليوم يندر جدا تحصل طلاق وتظل في بيتها، وهذا مؤشر قديش الناس تتعدى حدود الله رجالا ونساء واهلهم واهله واهلها واهلهم واهلها واللي بيحرضوه على اخراجها. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري شو معناته لا تدري؟ انت اصلا بقائها في البيت ايش عرفك؟ انت بقائها في البيت المطلقة ايش عرفك؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. يعني بقائها في البيت واتقائك الله في كل تفصيل، لا تدري وقتها لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. من الامور مثلا بقائها في البيت على فكرة ممكن يساعد على الاصلاح، لانه اذا صارت رايحة اهلها بيبدو يحرضوا، وهو ضربج، هو سبج، هو ايوه، وبيبدو يولعوها، وبتدخل اخوها ومرت اخوها وامها، بس ابوها مرات اللي بتلاقيه متعكل ومن هون ومن هون، وبيكبروا وبتستمر الطلقة وبصير عداء وتفاصيل طويلة. اما الوجود في البيت وهذول كان في بينهم يعني ود وعلاقة، ولهم ليش يتزوجوا؟ مش هيك؟
وتفاصيل بتجد انه برق قلبه برق قلبها بشوفها مثلا كل يوم فبيبدأ يعني اما كما تلاحظوا في اغلب الحالات الاهل شو لهم دور لما تروح دار ابوها شو لهم دور دور الاصلاح يعني قديش فيهم عقلاء وقديش بيقول لها ارجعي الله سبحانه وتعالى بيقول في بيتك مش في بيته في بيتك ما بيجوز لك تخرجي من بيتك مش هيك اذا انتبهوا شو فيها دلالات وايحاءات قول لا سبحانه وتعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا بمعنى اللي بيخالف كأنه بده يقطع على 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 نفسه ان تتنزل الرحمات اللي ممكن تكون لصالحه اللي بيتعدى حدود الله بيؤدي لظلم نفسه شو يعني بيؤدي لظلم نفسه لانه لا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر لصالحه لصالحه يحدث امور شو هو الامر مندريش بس ظلم نفسه من ضمن ظلم النفس قطع الرحمة لانه تعدى حدود الله فظلم نفسه لانه لو كان بيعرف ليش الله بيشرع هذه التشريعات والحكمة من هذه التشريع لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا.